عنوان المحاضرة: سيناريوهات إعداد المخططات والحسابات التصميمية الشاملة لنظام الري بالتنقيط إلى مزرعة افتراضية. الهدف من المحاضرة هو أن نتعلم على كيفية إعداد المخططات أو اللي أوت على الأرض، وكيف نجري عملية التقسيم، وعلى ضوء عملية التقسيم المساحة الزراعية نجري عمليات حساب كميات المياه المطلوبة والحسابات الدقيقة لأنابيب أو شبكة أو كل مكونات شبكة منظومة الري بالتنقيط. طبعا احنا هنا كل اللي موجود هو عبارة عن افتراضات، يعني فرضيات احنا راح نخليها إلى نفسنا، والفرضيات هي طبعا دائما تحاكي الواقع. يعني انت افرض عندك مساحة مثلا 50 دونم، 60 دونم، 5 دونم، حسب يعني هو المنهجية هي واحدة في عملية الحسابات، تبقى انت شلون تعد التقسيم، هذا شيء يعود إليك. اللي افترضناه هنا طبعا الأرض الزراعية مساحتها 4.5 هكتار، أي بما يعادل 18 دونم بالمقياس العراقي، مثل ما أشرت سابقا أنه الدونم بالعراق يعادل 2500 متر مربع. هذه قسمناها إلى 8 قطع صغيرة أو 8 مزارع فرعية، كل مزرعة فرعية راح يصير مساحتها بحدود 0.5 هكتار أو 52% من الهكتار، أبعادها 72 متر في 72 متر، بمعنى آخر أنه هذه الأرض قسمناها إلى 8 قطع، كل قطعة منها هي 72 متر في 72 متر. احنا نريد نجري حسابات تصميمية لنظام ري بالتنقيط. قد واحد يقول أني عندي أرض أريد أسويها زراعة بالتنقيط، يعني أستخدم تقنية الري بالتنقيط بالزراعة المكشوفة. قسم يقول لا، أنا أريد أجري عملية الري وأستخدم البيوت البلاستيكية أو الزراعة المحمية. أي إن كان هو المنهجية واحدة، فقط اللي راح يختلف عندك أنه توفر ظروف بيئية، ممكن تضيف لها مسيطرات للسيطرة على الظروف داخل بيئة البيت البلاستيكي. وهذا طبعا أنت كل ما تضيف أجهزة أو خصائص إضافية، بمعنى أنه أنت راح تتكبد تكاليف وليس خسائر، لأنه هذا طبعا الموضوع ما به خسارة، هو الموضوع يعني تم إثباته علميا وعمليا. وأكيد أنت حضراتكم الاختصاصيين الاختصاص بقطاع الزراعة سواء كان أكاديمي أو تطبيقي واضح بالنسبة إلى هذا الكلام، وبالنسبة للناس الغير اختصاصيين من حضراتكم فهو خلي يستفاد من ناحية أخذ أفكار ومعلومات وينور أصدقائه وأقاربه وتلاميذه بهذا الاتجاه بغض النظر عن الاختصاص. طبعا هنا نخلي نفسنا فرضيات أو كونديشن أو شروط، أنه يجب أن تكون عندنا إمكانية التناوب في زراعة المحاصيل أو الدورة الزراعية. طبعا الدورة الزراعية مهمة جدا من أجل تعضيد خصوبة التربة بما تتركه من سيقان يابسة وأوراق، وهذه تؤدي إلى زيادة خصوبة التربة نتيجة تحلل المواد العضوية داخل التربة، وهذا الموضوع سبق أن أشرنا إليه بمحاضرات سابقة. يجب أن يكون النظام قادر على استيعاب متطلبات التباعد بين المحاصيل، يعني عندي مرونة بأنه أقدر أغير المسافة ما بين خطوط التنقيط. طبعا هذا الحكي يعني هسه راح نشوفها كمخططات، بس خليني نشرح بالبداية ما هي الفرضيات اللي خليناها نفسنا، بمعنى أنه أنا أقدر أبعد وأقرب خطوط التنقيط حسب نوع المحصول اللي أنا راح أزرعه. طبعا هنا النقطة المهمة جدا جدا هو لازم أعرف نوع التربة، ما هو التكستشر اوف سويل أو تركيبة التربة. أكو عندنا طبعا الستركتشر اوف سويل وأكو عندنا التكستشر اوف سويل، ما هو قوام التربة، من ايش متكونة. احنا طبعا هنا افترضناها تربة مزيجية،
ليش؟ لأنه هذا الموضوع يدخل أساسا في عمليات الحسابات كأرقام، وأيضا هذا سبق أنه أشرنا إلى محاضرات مفصلة جدا، والمحاضرات كثيرة جدا في هذا الموضوع على اليوتيوب بإمكان أي واحد، وبالمصادر العلمية سواء كانت أجنبية أو عربية، والمحاضرات الأكاديميين الجامعات العراقية غنية جدا بالمعلومات، اللي ما عنده معلومات واسعة بإمكانه أنه يشوف أي مصادر ويصير عنده معلومات في هذا الاتجاه. طبعا راح نحدد محصول اللي هو محصول الطماطم، يعتبر من محاصيل الخضر المطلوبة العالية الاستهلاك، ما كمية عراقي أو في كل العالم أنه نحتاجها في حياتنا اليومية، فتعتبر هي من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية وذات الاستهلاك العالي، حتى نجري عليه عملية السيميليشن أو عملية المحاكاة والتطبيق. طبعا هنا أيضا لازم نقطة مهمة نعرفها، يجب أن نعرف ما هي الظروف المناخية للبيئة للموقع اللي احنا نريد نجري به عملية حسابات لمشروع، لأن هذا الموضوع يتعلق بقيمة التبخر النتح في المنطقة، وعلاقة الظروف المناخية بالظروف البيئية في الموقع. وطبعا هنا أيضا هذا الموضوع أشرنا إلى بتفاصيل كثيرة جدا، وأشرنا إلى في عمليات حسابات يدوية وفي عمليات محاكاة باستخدام البرامجيات، اللي على سبيل المثال برامجيات منظمة الأغذية والزراعة الفاو غنية بهذا الموضوع، بإمكان أي واحد يدخل على الويب سايت مال منظمة الفاو وينزل برامجيات مثل برنامج الكروب واط وبرامجيات أخرى. وهنا افترضنا القيمة أنه قيمة التبخر النتح لمحصول الطماطم كمعدل أعلى قيمة هو 4.3 مليمتر باليوم. وأيضا طبعا هنا موضوع الغطاء الأرضي، بمعنى نسبة المساحة اللي يشغلها اللي يغطيها المحصول إلى المساحة الأرضية أسفل، مساحة التربة أسفل النبات بحدود 90%، وهذا المصطلح أيضا يدخل في مدى التأثر بكمية التبخر وبكمية الاستهلاك للمياه من سطح التربة المزروع بها المحصول. وافترضنا هنا طبعا أعلى، طبعا أيضا راح نشوف أكو جداول نستفاد من عندها موضوعة، وحسب نوع التربة، وهنا افترضنا الكي أوف آر أو الجراوند كفر هو 90% خلال فترة الذروة على أو الطلب على المياه. راح نناقش الخطط البديلة، عندنا مجموعة من البدائل أو الالترنيتيف، نشوف وشلون راح نختار أفضل بديل على ضوء المؤشرات والأرقام اللي راح تطلع عندنا. وهذا طبعا الجزء الأخير اللي ناقشناه البارحة، هو ما هو السيناريو لتوقيتات الري والحسابات التصميمية لشبكة نظام الري بالتنقيط. طبعا أصلا محاضرة يوم أمس كانت مركزة كأرقام وك معادلات رياضية على هذه الفقرة الأخيرة. layout الافتراضي للمساحة اللي قلنا الأبعاد مالتها 312 متر و 162 متر، وعندنا طريق يحيط بالمزرعة كلها داير مداير حولي، وأيضا عندنا طريق بالداخل، هذا طريق وهذا طريق، وعندنا طريق وسطي. كل الطرق افترضناها تساوي 6 متر حتى تسهل علينا عملية الحسابات. هذا بالمنتصف راح نشوف بعد شوي، طبعا هذا الموضوع اشرنا عليه المحاضرة يوم امس، انه الخط الرئيسي اللي ينقل لنا الماء هسه راح نشوف من المحطة او من محطة الضخ اللي راح يوزع لي المياه يمين يسار يمين يسار. قسمناها اذا الارض الى 8 مزارع فرعية سميناها بلوت، خاف شوية مصطلحات بالانجليزي. هذا القطعة رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، ورقم 7، ورقم 8. وافترضنا المحطة محطة الضخ صايرة
بالجنوب، يعني من نقلب الرسم، يعني هسه حاليا عندكم بالرسم صايره على يمين الرسم، راح نسوي بشكل العمودي راح تكون جنوبيه. هسه راح نشوف، خلي اوضح لكم هذا المخطط شويه على البرنامج، ممكن شويه يكون اوضح. تشوفون هذا، تشوفون هذا المخطط. هذا المخطط طبعا راح نجي على تفاصيل الابعاد، بس اريد اوصل لكم الصوره قبل ما ندخل بالتفاصيل. هذا يمثل لي، جزء من قطعه الارض الواحده. قطعه الارض الواحده هسه راح نجي نشوف قسمناها في عده احنا ليش قلنا سيناريوهات، سيناريو او احتمالات. قطعه الارض الواحده من كل القطع الثمانيه مره قسمناها الى اربع اقسام. شويه بس ركزوا وياي، يعني مو قلنا قطعه الارض الاساسيه قسمناها ثمان قطع فرعيه؟ نجي على كل قطعه فرعيه قسمناها مرة ثانية إلى ثلاث أنواع من التقسيمات اللي نسميه السيناريو. السيناريو واحدة من السيناريوهات، قسمنا قطعة الأرض الواحدة اللي هي أبعادها 72 في 72 مرة قسمناها إلى ثلاث قطع، ومرة قسمناها إلى أربع قطع، ومرة قسمناها إلى ست قطع. هسه واحد يقول ليش هذا التقسيم؟ أها، لأنه تعرفون إذا ريد نستخدم نظام الزراعة المحمية داخل البيوت البلاستيكية، أكو طبعا استندرات، بس هي الاستندرات هاي مو قياسية 100%. أنت تقدر تتحكم توسع طول البيت، توسع عرض البيت، وهذا طبعا الكلام أنا ما دا أقوله من جيبي، اطبوا على الشركات وشوفوا القياسات لأبعاد البيوت. ممكن احنا يعني عندنا شركات محدودة، ف يعني ممكن ملتزمين يقول لك انا والله اقدر اجهزك بيت بلاستيكي فقط مثلا، يعني الطول مالته 52 والعرض 9. هذا هو مو تحديد، لانه انت احنا كبشر احنا نتحكم، مو المنتج يتحكم بنا. احنا نعد البيت بما يتوافق مع المساحات المتاحه عندنا، بما يتوافق مع رؤانا. صحيح احنا هاي القيود احيانا تحكم علينا، لكن نقدر نسوي عليها، نقدر نسوي عملية إضافات ونحورها بما يلائم احتياجاتنا. فاللي يريد أقوله أنه هذه الصورة تشوفون، هذا يعني بالأخير راح نشوف هذا هو محصول الطماطة. طبعا تشوفون هذه هي وحدة فرعية من تقسيمات قطعة الأرض الزراعية الفرعية الواحدة اللي هي قلنا 72 متر في 72 متر. طبعا هاي المرسومة أمامكم هي وحدة فرعية نسميها سب يونت، وحدة فرعية من قطعة الأرض اللي مساحتها 72 في 72 لما قسمناها إلى أربع أجزاء صارت عندي العرض مالها 18 متر. تشوفون هذا عندي مشكلة بالبرنامج طبعا، في 72 هذا الخط الافتراضي لي الطماطة فقط، يعني رسمت لكم اياه على لاين واحد ويستمر لكل اللاينات لخطوط التنقيط. طبعا هذه هسه راح نجي على تفاصيلها، بس خلينا نتقدم بالمحاضرة وراح نشوف انه هذه هي المساطط، هذا باللون الاسود مثل لي خطوط التنقيط، هذه الفاصلة باللون الرصاصي الطوخ، هاي تمثل لي مسافة بين مصطبة وأخرى حتى الفلاح يقدر أو المزارع يقدر يتحرك داخلها ويجني المحصول مالته ويجمعه، والطرق اللي افترضناها أمام هذه الوحدات حتى يقدر يدخل سيارته ويرفع المحصول. فإذا هذه هي الخطوط خطوط التنقيط، وكل خط على هاي المصطبة، يعني هذا شوفوا طبعا كل خط تنقيط اكو يمينه ويساره صف من محصول الطماطه اللي افترضناه، وهذا المحصول اللي راح نجري عليه عمليه الحسابات. خلي نروح على هذا الرسم، هذا شويه اقدر اتحكم به. تشوفون
هذه هي المساحة الكلية للحقل الزراعي، كل المساحة تمام، هذه هي مساحة المساحة لكل الأربعة ال 18 دونم، كلها هذه سوينا احنا قسمناها مثل ما قلنا إلى 8 قطع، 1 2 3 4، وأربعة يسار وأربعة يمين، وكل قطعة من ذن الثمان قطع قسمناها. شوف هنا هسه بهذا المخطط قسمناها إلى أربع أقسام، 1 2 3 4، كل قسم سميناه سب يونت، وحدة فرعية. يعني شوف هسه هذا سب يونت 1، سب يونت 2، سب يونت 3، سب يونت 4. ليش انا اريد اوضح لكم؟ لانه راح بعد شوي راح نشوف اكو حسابات رياضيه حتى يعني تكون الصوره عندكم واضحه. فقط هنا رسمت لكم، شوف يعني لما قسمناها الى اربع اقسام اجرينا عمليه الحسابات، طلعت عندي هنا خطوط التنقيط 12 خط تنقيط، اللي هذا باللون الاسود يمثل لي خطوط التنقيط على سطح التربة اللي راح تنزرع على جانبي كل خط صفين من محصول الطماطة، يعني صف يمين صف أعلى، يعني يمين يسار يمين يسار، الخط التنقيط الواحد عندي صفين. هذا افتراضا، بس راح نجي شلون يعني ليش افترضنا هاي الفرضية، تمام؟ فإذا هسه أني أهم شيء إنه تفتهمون اللي أوت أو المخطط حتى على ضوءها نفتهم الحسابات اللي تم إجراءها بموجب إعداد المخططات. يعني احنا أول شيء أول خطوة أنت لازم تسوي المخطط، وراها تروح تحسب. هسا أنت مثلا تبني دار سكن، مو أول شيء تجيب الشخص الخلفه يسقط لك الأبعاد على الأرض، وعلى اساسها تروح تحسب ايش قد يراد لك شيش، ايش قد يراد لك طابوق، ايش قد يراد لك سمنت. فنفس الفكره بالضبط، يعني انا اوضح لكم الفكره انه يجب ان طبعا في الانظمه او التقنيات التكنولوجيه يجب ان تعد المخططات. لذلك المحاضره انطيناها سيناريوهات اعداد المخططات. شوف اعداد المخططات والحسابات التصميميه، يعني انت مو تروح تصمم على شيء ما تعرف شنو هو، انت لازم عندك مخطط حتى على ضوءه تطلع جدول كميات. طبعا بالاخير يطلع عندي بيل اوف كوانتيتي، البيل اوف كوانتيتي ايش كم لفه خط تنقيط احتاج بالامتار، ايش قد احتاج صمامات، ايش قد احتاج انابيب من قطر كذا، ايش قد من قطر كذا، ايش قد. فاذا انت تروح تسوي حسابات، يعني تحملوا التفاصيل حتى تكون الصورة واضحة عندكم. هي مو مهم الأرقام، هي المهم الفكرة. أنا ما يهمني الأرقام، الأرقام تمر عليها مرور الكرام، لكن هي الفكرة أو المنهجية أو الميثودولوجي شلون إحنا نعدها. إذا إحنا أول خطوة لازم نعد المخطط أو اللي أوت، وراها نروح نسوي عملية حسابات. هو هذا الشيء الأساسي اللي أريدكم أنه تفتهموه بشكل مفصل. إذا أوكي، إذا الآن إذا كان الأمر واضح بالنسبة لكم فنروح. طبعا هذا المخططات أنا عديتها على برنامج السكتش أب اللي أمامكم. فإذا نروح نرجع على الدوكيومنت أو المحاضرة. فإذا هسه هذا افتهمناه اللي أوت، راح نجي شنو المطلوب من عندي حتى أجري عملية الحسابات. أول شيء أول خطوة أني أريد أزرع محصول، أول شيء أريد أعرف هذا المحصول إيش قد يحتاج مي، ما هي كمية المياه المطلوبة حتى على ضوءها راح أحسب السايزينج أو حجم النظام، نظام التنقيط، وما هو حجم نظام الري اللي أني أحتاجه. فحتى احسب الاحتياج المائي للمحصول او ما يعرف بالكروب ووتر ريكوايرمنت، لازم اعرف قيمه التبخر النتح للمحصول. طبعا اخذ اعلى قيمه،
ليش؟ حتى يكون عندي ذروة الطلب أو الكريتيكال ديماند أو الماكسيمم ديماند أو الاحتياج الأعلى للنبات بغض النظر عن نوعه. هاي ستاندرد لازم تعرف أعلى قيمة. أنت طبعا لازم تكون تعرف كل يعني أنت مسبقا لازم أنت ماخذ البيانات المناخية سواء كانت من محطات أرصاد جوية محلية. شلون أساعدنا بالعراق عندنا محطات الأرصاد الجوية الزراعية الأجرو اللي طبعا موجودة النتورك مالتها في الويب سايت لوزارة الزراعة العراقية. عندهم ويب سايت طبعا أنا منزل من عنده بيانات وأظن هذا الموضوع أعتقد شرحناه في المحاضرات السابقة. فإذا لازم تعرف حتى تعد الاحتياج المائي نحتاج الـ ETC الـ Evapotranspiration للكرو، وطبعا هنا قيمة الـ KR الـ Ground Cover إلى نسب في جداول راح نشوف هذه النسب. عندنا طبعا خبراء منظمة الأغذية والزراعة الفاو انطونا تيبلز الـ Ground Cover الـ GC كنسب مئوية، وذولا الناس العلماء اللي كل واحد سوى تجارب. فطبعا احنا راح ناخذ اقتراح فريمان وغارزولي اللي قالوا انه اذا كان عنده قيمة الجراوند كفر كنسبة مئوية اخذ اليونت، اذا كانت 90% الجراوند كفر فالكي ار قيم الكي ار هي تمثل 0.95 لان هذا راح يدخل في معادلة. فاجي احسب قيمة التبخر النتح لمحصول الطماطة في اللوكالايزد الريجيشن اللي لوكالايز طبعا يا اما يعني للمعلومات يا اما يكون عندي الدريب الريجيشن او السبرينجلر الريجيشن او الري بالمغشات فنسميه الري الموضعي. فالاي تي سي المعادله الرياضيه اللي معروفه الاي تي سي يساوي الاي تي نوت الستاندر المقاس تحت ظروف مناخيه معروفه مضروب في الكي سي او الكروب كوفيشنت. واصلا هذا الان خليت المعادله حتى نتذكرها، لكن هي القيمه اصلا احنا افترضناها الاي تي سي لمحصول الطماطم عند الحد الاقصى هو انه احتاج يوميا 4.3 ملم باليوم. هاي احنا افترضناها او احنا حسبناها، اذا انت عندك الداتا تقدر تحسبها من البرامجيات. فاحنا طبعا لتسهيل عمليه الحسابات وراح نستخدم هاي القيمه. فالاي تي سي لوكالايزد بالري الموضعي شو تساوي لي؟ تساوي لقيمه التبخر النتح للمحصول مضروب في الجراوند كفر الكي ار. فهنا شوف احنا طبعا واحنا حاطين الكونديشن او الشرط انه بانه نسبه التغطيه 90% فقيمه الكي ار راح اخذها 95%. فمجرد ما اجي اطبق بالمعادله واعوض القيم فطلعت قيمه التبخر النتح لمحصول الطماطة في الري عملية الري بالتنقيط أحتاج 4.09 ملم باليوم. وراها أروح أطلع النت irrigation requirement أو صافي الاحتياج المائي لمحصول الطماطة. طبعا معادلات رياضية يعني بسيطة جدا جدا. هذه هي المعادلة. أنت طبعا مثل ما نعرف ممكن أنه في أشهر الشتاء يكون عندي أمطار. إحنا افترضنا يعني دنشتغل على فصل الصيف فما عندي أمطار طبعا، فالR أو الرينفول يساوي لي صفر أو زيرو. فأجي أطبق النت irrigation requirement يساوي للإي تي سي في الكي آر اللي طلعناها هي أنا القيمة فقط للتوضيح مطروح من عندها الأمطار، وهاي القيمة أنا نزلتها هنا وطلعت النت irrigation requirement هي نفس القيمة باعتبار أنا ما عندي أمطار أصلا. هنا طبعا يعني مثل ما نعرف أنه البيئة اللي قاعد تزرع بيها لها أثر، يعني أحيانا ظروف مناخية جافة، ظروف مناخية رطبة، ظروف مناخية متوسطة الرطوبة. منظمة الأغذية والزراعة الفاو عادتنا جداول كثيرة جدا نستخدمها لتسهيل عمليات الحسابات وكفاءة أنظمة الري بالتنقيط طبعا تختلف
وتتأثر بنفس الوقت بالظروف البيئية للموقع أو السايت اللي أنت قاعد تنصب بنظام مالتك أو مشروعك. فهنا طبعا يعني افترضنا أنه المنطقة أو قطر مساحة السطح المبللة للتربة بواسطة نقاطة واحدة هي بحدود 60 سنتيمتر، وطبعا ممكن أن نفترضها أقل على ضوء الجداول. فهذه الجداول يعني فقط حتى تصير عندك فكرة بأنه تنطيك دليل تستفاد من عنده في اختيار عملية كفاءة نظام الري بالتنقيط. فإحنا طبعا راح نأخذه بحدود 95 إلى 90، وهو طبعا النظام الري بالتنقيط هو من الأنظمة اللي أعلى كفاءة نسبة إلى تقنيات الري الأخرى اللي هي الري السيحي أو الري بالتفيض والري بالمرشات والري بالقنوات المبطنة أو الري باستخدام القنوات الشقوق الأرضية يعني بدون تبطين. هذا الموضوع طبعا موجود ومفصل في كثير من الأبجديات أو الليترشر أو المصادر العلمية. فإحنا طبعا حتى نطبق كفاءة تطبيق المياه في عملية الري الواحدة عندي معادلة رياضية. إيش تنطيني هاي المعادلة الرياضية وما هي مفهوم هذا الموضوع Water Application Efficiency؟ إحنا مثل ما نعرف إحنا عندنا نظام ري تمام، وعندي محصول أثناء عملية نقل المياه من نظام الري إلى أن أوصل إلى منطقة الجذر للنبات، إيش قد أكو عندي خسائر؟ طبعا كلش خسائر هواية ومختلفة داخل أنابيب نظام الري نفسه، عندي خسائر بالمياه داخل التربة. فهنا طبعا هذا المفهوم إيش يوضح لي الووتر أبليكيشن إفيشنسي، يعني كفاءة الري إيش يساوي لي؟ يساوي لي الفوليوم of irrigation water stored in the root zone، حجم كمية المحتوى الرطوب المخزن في منطقة الجذر للنبات، على الفوليوم of irrigation water delivered to the farm، على كمية المياه أو حجم كمية المياه المنقولة من نظام الري وصولا إلى الحقل. طبعا اصطلحنا عليها أو يصطلح عليها الـ Efficiency of Application الـ EP أو الـ PA الـ E sub AP أو الـ EP ما يختلف. هنا طبعا هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة جدا وأريد يعني نغور بها. أكو عندنا جداول، هذه جداول هذه جداول طبعا الكي اس او الاي بي هي نفس الشيء، راح يعني ممكن انه لو اغيرها الاي بي حتى لاصير عندكم. هي مجرد نسبه. طبعا افترضنا هنا، خلينا نحفظ الملف، افترضنا هنا انه الارض بالفرضيات أول ما بدينا المشروع افترضنا أنه الأرض هي مزيجية. فهنا طبعا الكي أما ناخذ 95 أو ناخذ واحد، بس ما راح ناخذ واحد، راح نفترضه 95. هذه طبعا مثل ما قلنا من جداول، راح أو نفترضه 90 فيما يخص الانتظامية، يعني ممكن أنه تاخذه كنسبة. انت ليش؟ لانه في واقع الحال، في واقع الحال هذه يجب ان تقاس موقعيا، لكن للتسهيل راح نعتمد الجداول. وهذا الموضوع الى علاقة بشكل مباشر بمعامل الانتظامية او معامل التوزيع من قبل النقاطات وعملية الإيميجين أوف ووتر أو عملية توزيع المياه من النقاطات إلى التربة. اليونيفورميتي كوفيشنت
اللي هو هنا طبعا يجب أن ما تقل قيمته عن 90%. إذا كانت أقل عن 90% بمعنى أنه يصير عندي تباين في كمية المياه ما بين نقاطة وأخرى، وهذا التباين راح يسبب لي عدم تساوي كمية المياه المعطاة إلى كل المحاصيل، راح يطلع عندي فرق، هذا الفرق راح يأثر لي على عملية النمو وبالتالي يأثر في كمية الإنتاج. فإذا أنا هنا طبعا راح أفترض أنه النظام اللي راح أنصبه أنه ينطيني uniformity coefficient أو انتظامية التوزيع لكل النقاطات، راح أفترض أنه 90%. وطبعا أنت من تروح تشتري نظام بالكتالوجات راح ينطيك المنتج يقول لك هذا ينطيك انتظامية التوزيع فيما يخص النقاطات والسيستم كامل لا يقل عن 90%، لأنه من يقل عن 90% راح يصير عندك خلل في عملية التوزيع، وأصلا هذا النظام هو قائم على ضغوط مثل ما شرحنا في محاضرة يوم أمس. فإذا هاي القيم راح تدخل في عملية الحسابات. بالتالي شوف كفاءة نظام الري، شوف الإريجيشن إيفيشنسي وين دخلت؟ دخلت عندي قيمة الاي بي أو كفاءة الرية الواحدة اللي جاية من هاي المعادلة، وأخذناها على أساس هنا راح نفترضها على سبيل المثال 95%، والقيمة الثانية اليونيفورميتي كوفيشنت افترضناها 90%، فراح ندخل هاي المعلومات اللي افترضناها حتى نطلع كفاءة نظام الري بالتنقيط. طبعا كفاءة نظام الري بالتنقيط بالاستندارات أو الجداول العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ولكل الريفرنسز العلمية في تتراوح من 85% إلى 95%، تتحكم في عملية التباين هذه. هذا الرقم من 85% إلى 95% نوع التربة، يعني الفايريشن منين جاي، نوع التربة، الانفايرمنتال كونديشن الظروف المناخية، والاكيرسي او ماني اوف مانيفاكتشرنج دقة النظام، او ما هو الخطأ المحتمل في دقة المنتجات. مثل ما نعرف انه كل منتج اكو بي سماحية او اللاونس، يعني ما عندك منتج في اي منتج بالعالم ينطيك دقة 100%. فالمنتج الشركة المنتجة تقول لنا يا ترى هذا المنتج مالتنا بسماحية زائد ناقص. فعلى هذا الاساس، يعني على اساس هذه مجموعة المؤثرات نشوف انه اكو عندنا تباين في كفاءة نظام الري بسبب كثير من المؤثرات. فهنا طبعا طلعت عندي قيمة كفاءة نظام الري اللي راح اعتمدها في الحسابات هي 86%. انت حتى تحسب كمية المياه المطلوبة حتى تسقي عملية تسقي مزروعاتك بهذا النظام، ايش يراد بعد؟ نظام الري بالتنقيط يحتاج إلى عملية صيانة وإدامة. الصيانة والإدامة، واحدة من إجراءات الصيانة والإدامة هو أنه أنت تسوي عملية غسل أو فلاشينج. غسل، إذا إحنا نحتاج مياه إضافية، شوي أركز وياي حتى نحسب أنه عندنا كميات مياه وراء عملية الغسل راح نسوي لها عملية بزل خارج المزرعة، لأنه هذه المياه اللي راح نغسل بها راح تخرج وياها أملاح. هاي الأملاح منين جاية؟ الأملاح المتراكمة داخل النقاطات داخل الأنابيب اللي جاية أصلا من الأسمدة اللي احنا نضيفها داخل النظام، وأيضا جاية من الملوحة الموجودة في المياه اللي نسقي بها، سواء كانت مياه سطحية أو مياه آبار. فإذا أنا لازم أحسب احتياجاتي احتياجات الغسيل للنظام، وأيضا لازم أحسب احتياجات غسيل التربة، وهذا الموضوع طبعا شرحناه بمحاضرات سابقة.
المنطقة المحيطة بجذر النبات في تقنية نظام الري بالتنقيط، المياه ما راح تروح يصير عندي بيها deep percolation أو تسرب عميق داخل التربة، راح تكون عادة ضمن منطقة الجذر. طبعا يعني هذا الموضوع أنا شارحه بمخططات، يعني أنا ما أقدر أقحم كل شيء بالمحاضرة، تصير كلش طويلة، بس حتى يعني نوصل الفكرة بشكل شفهي. تخيل أنه أنت عندك الشكل المحيطي للجذر أشبه بالمخروط أو شبه كروي، المياه وين توصل؟ توصل إلى تبلل لك مساحة شبه مخروطية، الأملاح عادة راح وين تتركز على أطراف المنطقة المحيطة بالجذر، فإذا استمرت عملية التركيز ممكن أنه وصار عندك تعطيش للمحاصيل لسبب أو لآخر، راح هاي الأملاح المركزة في المنطقة المحيطية بمنطقة الجذر راح تأثر على المحصول. فإذا أنا حتى أتخلص من عدها لازم أسوي في أحد الفترات كميات عمليات ضخ إضافية للمياه لأجل طرد الأملاح المحيطة والمركزة في منطقة الجذر للنبات. فإذا أنا أحتاج أحسب شقد عندي احتياجات غسيلية للتربة وللنظام للأنابيب إضافة إلى احتياجات المياه المطلوبة لعملية الري. أعتقد صارت واضحة. طبعا هنا افترضنا أنه ملوحة بالمياه، ملوحة مياه الري الكتريكال كوندكتيفيتي اوف ووتر اي سي سب دبليو، افترضناها انه 2 دي سي سيمنز للمتر، وطبعا هاي بيها جداول سبق ان شرحناها بمحاضره سابقه، او ايضا عندي الحد الادنى للتوصيليه الكهربائيه لمستخلص التربه المشبع. طبعا الحد الادنى إيه؟ هذا افترضنا انه هاي القيمه الاثنين ونص ما راح تاثر لي، ما راح تسبب اي انخفاض او ريدكشن او تاثر على الحاصل او النمو. والحد الاعلى افترضنا انه يساوي لي 12 ونص لمستخلص التربه المشبع. طبعا هذا الموضوع بتفاصيل كثيره جدا سبق ان شرحناه في محاضره سابقه. اذا الاي سي سب اي 12 ونص، فحتى حتى على ضوءها راح احسب الليتشنج ريشيو او النسبه المئويه للاحتياجات الغسيليه للتربه. الليتشنج ريكويرمنت ريشيو هي معادله رياضيه، ومثل ما قلنا يعني انظمه الري بالتنقيط دائما عندي ري يومي، فالاملاح بما انه يوميه دا يصير عندي ري، فالاملاح قلنا راح تتركز في المنطقه المحيطيه بطرف المنطقه المحيطيه للجذر، فهذه وطبعا عندنا الجذور تنمو، فكل ما تنمو الجذور وتغور للاسفل ممكن انه تتعرض الى خلل في عملية النمو بسبب التراكيز الملحية العالية، فهذا يتطلب مني أنه أضخ كميات مياه إضافية حتى أتخلص من الملوحة الزايدة داخل التربة. فإذا أحتاج أطلع هذه النسب الليتشنج ريكويرمنت ريشيو اللي يساوي لي الالكتريكال كوندكتيفيتي أوف ووتر مقسومة على ضعف الماكسيمم الكتريستي اوف يعني بالنسبه لنموذج التربه المشبع، فاطلع هاي القيمه. انا يعني هاي الفرضيات طبعا ضمن المعطيات اللي انا فرضتها على ضوء فحصي للمياه وعلى ضوء فحصي لملوحه لعينات التربه. فهنا راح اطلع احتاج اضافه كنسبه مئويه هي 8%، فأروح أطلع كمية المياه المطلوبة للاحتياجات الغسيلية للتربة الليتشنج ريكوايرمنت تساوي الليتشنج ريكوايرمنت ريشيو مضروبة في حاصل قسمة النت اريجيشن ريكوايرمنت مقسومة على الافشنسي اوف دريب سيستم.
فمجرد ما أجي أعوض الأرقام طلعت أني ثمانية أحتاج احتياجات غسيلية للتربة يوم بشكل يومي طبعا، إضافة إلى كمية النت إريجيشن أحتاج بحدود 38% من المليمتر في اليوم، إضافة إلى النت إريجيشن ريكويرمنت حتى أضمن، حتى شوف ركزوا وياي، حتى أضمن إنه يصير عندي عملية إيصال كمية المياه الصافية للمحصول، وبنفس الوقت دا تسوي له عملية غسل يومي للتربة. ركز وياي، دا يصير يعني مو مهم الأرقام، المهم الفكرة إنه دا أنت دا تنطي عملية دا تسقي ودا توصل كمية مياه صافية إلى جذر النبات داخل التربة، ودا تسوي بنفس الوقت عملية غسل يومي حتى تبعد الأملاح عن منطقة الجذر. طبعا واحد يقول يتبادر إلى ذهنه سؤال، زين احنا على يا عمق دا نشتغل؟ حلو هذا السؤال، مو هذا السؤال أنا طرحته وأثرت انتباهكم به وظل في بالكم أكيد. احنا هنا طبعا نجي ناخذ أقصى عمق من الجداول العالمية، تقول لي أقصى عمق لجذور الطماطة بحدود 50 سنتيمتر عمق داخل التربة، هسه راح نجي عليها بعد شوية. إذا أنا بعد ما عرفت كمية المياه الصافية اللي يجب أن أوصلها إلى منطقة الجذر، زين آني حتى أنقل كمية المياه من منظومة الري ووصلها إلى المحصول عندي خسائر؟ عندي لا ما عندي؟ شو تقولون أنتم؟ أكيد عندي. فإذا آني أحتاج أحسب كمية المياه الإجمالية اللي أنقلها من النظام حتى أوصلها إلى النبات. شو تقول المعادلة؟ الجروس اريجيشن ريكويرمنت، كمية المياه الإجمالية تساوي النت اريجيشن ريكويرمنت مقسوم على كفاءة نظام الري زائدا متطلبات الاحتياجات الغسيلية للتربة والسيستم. فبمجرد ما أجي أعوض الأرقام فطلع عندي أحتاج يوميا كديبث أوف ووتر، كعمق للمياه داخل التربة، أحتاج عمق 5.14% مليمتر باليوم. وهاي نقطة جدا مهمة لأن هي أساس شغلنا هنا، تشوفون عملية التسلسل كلش مهمة. زين أجي أحسب إيش قد عندي المسافة ما بين نقاطة وأخرى، الإيميتر سبيسينج، ما هي المسافة؟ شلون أجي أحسبها؟ طبعا انت من تروح تشتري نظام مسبقا هاي المعلومات لازم تكون عندك، وتروح تشوف هل انه تتوافق مع معروض الشركة، هل انه انت راح تثقب الانابيب وتحدد المسافات، او انت راح تشتري انابيب هي اصلا بها نقاطات بالداخل ومثقبة. هاي الافتراضات انت لا او الاعتبارات لازم تخليها مسبقا. يعني انت من تروح تشتري نظام ري بالتنقيط ما تروح بشكل عشوائي، انت تكون قد حسبت بشكل مسبق ما هو ما شنو اللي تريد تشتري، انت شنو اللي مخطط له، يلا تروح حتى انت تصير شغلك شغل علمي. وهذا ما دا نحكي شيء تنظير، ترى اللي قاعد نحكيه وهذا انت تتخيل نفسك بالواقع. يعني احنا من شفنا شلون عدينا المخطط برنامج السكيتش اب، يعني هذا انت قاعد تتخيل انه انت رحت القاعك وخططتها وعندك مهندس او عندك هيئة استشارية، قلت لهم يا مهندسين تعالوا سووا لي كذا سووا لي كذا سووا لي كذا ونفذوا لي سووا اكسكيوشن للدروينجز او اللي اوت اللي انا اريدها كذا كذا كذا. فاذا انت لازم تعرف ماذا تريد. الإميتر سبيسينج يساوي لك الديستانس بتوين بلانس، المسافات بين النباتات ضمن الخط. انت شقد مقرر تخلي مسافة بين شتلة واخرى على نفس اللاين، شقد مقرر على شقد مقرر انه لكل
ايش كم نقاطه للنبات الواحد راح تخلي؟ هسه واحد يقول شنو هاي ايش كم نقاطه للنبات؟ ان راح نوضحها. مثلا اذا انت عندك اشجار برتقال او مثلا زرعت نخيل او زيتون، هل انه انت راح تخلي لها نقاطه واحده تكفيها؟ الجواب لا، ما تكفي. ممكن انه تحتاج 4 نقاطات، ممكن انه تحتاج 6، وروح تسوي لها عمليه توزيع. فاذا احنا في كل الاحوال سواء كانت المحاصيل مالتنا متقاربه كلوز ديستانس او الابارتمنت مالها كبير، لازم نجي نخلي هذا الموضوع بنظر الاعتبار. فاذا هنا نطبق المعادله بانه احنا افترضنا، طبعا راح نفترض انه المسافه بين شتله واخرى على نفس الخط هي 30 سنتيمتر، وهنا راح نفترض انه كل عندنا نقاطه يمين يسار الخط، راح نخلي نفترض انه الخط راح يصير وسطي، وعندنا النقاطه تنطي يمين وتنطي يسار. ممكن بعد شويه هذا الرقم راح احنا راح نخليها 1، بس احنا طبعا هذا يعني احنا فارضيها القيمه، بس انا خليت المعادله ممكن هاي القيمه عندك تتغير، ففقط يعني تخليها ضمن المنهجيات الحسابية، ممكن تنفذ انت غير مشروع. فهنا هذا الواحد هو ما راح اعتمده اني صراحة، لان اني بس حتى اوضح لكم، اني مفترض انه المسافة لـ30 سنتيمتر اني اعرفها مسبقا، اني خليت المعادلة حتى يكتمل السيكونس اوف ستيبس اوف كالكوليشن، يعني يكتمل عندكم تسلسل عمليات الحساب. ارجو ان تكون واضحه، يعني انا ما راح اعتمد على هذا الرقم الواحد اللي خليته، انا هاي القيمه اصلا مفترضها. المهم هسه راح بعدين راح تشوفون يعني معنى كلامي وين. طبعا هنا اجي احسب نسبه المساحه المبلله، البيرسنتج اوف فيتد اريا، مساحه المنطقه المبلله اللي رمز لها الاي دبليو. راح نفترض انه عندي على مسافة 30 سنتيمتر، أريد نشوف شكل المساحة المبللة شلون تبدو. طبعا هاي بيها ستاندرات عالمية وتوصيات، وعندنا هذا، شوف هذا التوصية شو يقول لك. إذا كانت عندي خطوط التنقيط بمسافة أقل من 1.5 متر أو أقل من 1.80 متر، راح المساحة المنطقة المبللة شو تساوي لي؟ تساوي لي هنا طبعا 80% من مساحة المنطقة المبللة. طبعا هاي بها جداول، إذا كانت المسافة بين خطوط التنقيط أكبر من 1.80 متر، ف خلونا مجموعة من التوصيات على ضوءها نستخرج قيمة الاريا اوف او الوتد اريا بواسطة نقاطة واحدة. هنا طبعا هذا الموضوع يخضع الى نوع التربة اللي انت بيها. طبعا هذه الارقام صراحة يعني دا اشوفها صحيح جداول عالمية، بس اشوف القيم بيها كلش عالية. يعني بالنسبة للتربة الرملية المساحة المنطقة المبللة بنقاطة واحدة من 0.5 متر إلى 2 متر، بالتراب الغريانية واليوم سويل من 2 إلى 6 متر، بالتراب الطينية من 6 إلى 15 متر. يعني دا أشوف الأرقام شوية مبالغ بها، على أي حال إحنا راح ناخذ قيمة وسطية. راح نفترض أنه مساحة المنطقة المبللة هي 4 متر، وراح نعتمدها بالحسابات حتى من المساحة المبللة راح نطلع ما هو القطر للمنطقة المبللة. تخيل انه كأنما هي شبه دائرية او بيضوية تقريبا، فاذا افترضناها انه منطقة شبه دائرية فراح ناخذ مساحة الدائرة الدايميتر اوف فيتد اريا. مساحة الدائرة ايش تساوي لي؟ تساوي لي الباي في الار تربيع، فانا اريد اطلع القطر، فالمساحة عندي معلومة وباقي المعلومات هي الفور والباي، هنا معلومات من المعادلة الرياضية الـ A W للمنطقة المساحة الدائرية يساوي لي 4 يساوي لي الباي في الـ R تربيع. إذا أريد أحولها إلى D تربيع
فيصير عندي الأربعة الدي تربيع على باي، فتروح مجرد ما تعيد الترتيب المعادلة فتطلع الدايميتر فيطلع عندي بحدود 2.26% من المتر. فنرجع على هذه التوصية، إذا كانت إذا هذا افتراضا المساحة دايميتر أو فتد أريا، لكن إذا كانت عندي خطوط التنقيط أقل من 1.80 متر فشلون أطلع المسافة التقريبية؟ أروح أضرب هذه الدايميتر أو فتد أريا ب80% حتى أطلع أقصى تباعد بين خطوط التنقيط ضمن هذا الكونديشن أو الشرط اللي خلي لي إياه بالمراجع العلمية، فيطلع عندي اليونيفورم ميتد ويدث ما بين خطي تنقيط أو W 80% في يعني 80% من قطر المنطقة المبللة، فيطلع عندي 1.8 متر. بمعنى آخر أنه أكو عندي جداول افترضت لي أنه مساحة المنطقة المبللة حسب نوع التربة، فأروح أطلع الدايميتر أخذ قيمة من الجداول وأطلع الدايميتر للمنطقة المفترضة بشكل دائري، وعندي شروط إذا كانت المحاصيل متقاربة يجب يعني المحاصيل الحقلية يجب أن تكون أعلى مسافة بين خطوط التنقيط لا تزيد عن 1.80 متر. بما أنه أنا المحصول اللي افترضته محصول طماطة فما يجب يعني ما أتجاوز 1.80 متر، فأجي أطلع أقصى مسافة بين خطي تنقيط هي تساوي 80% من الدايميتر اللي طلعته، ف80% يطلع عندي أقصى سبيسينج بين خطي تنقيط هو 1.80 متر. أنا بالنسبة لي هذا لعامة المحاصيل الحقلية. بالنسبة للطماطة، بالنسبة للطماطة هناك عديد من الدراسات اللي أجريت أنه المسافة بين خط تنقيط وآخر هو لا يعني 90 سنتيمتر، وبين نقاطة وأخرى هي 30 سنتيمتر داخل الصف. وإذا وأيضا طبعا هذا سيناريو. السيناريو الآخر ضمن الأنظمة ممكن أنه تستخدم 1.20 متر، والسيناريو الثالث أنه ممكن أنه تستخدم 1.5 متر. زين واحد يقول شلون أنا أقدر أضمن؟ هنا أنت تخلي نفسك مرونة، ممكن أنه خطوط التنقيط لأنه هي بارزة على سطح الأرض فتقدر مجرد ما تحولها تقارب الخطوط وتباعدها حسب، لأنه هي مرنة أنابيب بلاستيكية مرنة، تقدر تقارب وتباعد حسب نوع المحصول خصوصا في بداية الشهر الأول للنمو، لأنه يعني النبات لا يزال صغير الحجم فتقدر تقرب وتباعد عندك بها مرونة، لأن دائما يجب أن يكون عندك عامل خدمة حسب المساحة الموجودة عندك. فإذا هنا أنا حتى أطلع نسبة المنطقة المبتلة، طبعا صحيح هاي المعادلات شوية جافة بس هي وهذا البروسيجر. فالبرسنتج أو فتد أريا طبعا هنا مثل ما قلنا خط التنقيط راح يخدم لي صفين من محصول الطماطة يمين ويسار، وكل نقاطة تنطي إلى نبتة على اليمين ونبتة على اليسار. بمعنى أنه صار حصة النبتة الواحدة من الديسشارج أو الديسشارج للنقاطة صار نصف، يعني نصف المي للنبات، نصف الديسشارج للنبات على جهة يسار النقاطة والنصف الثاني للنبات على يمين النقاطة. فهنا راح نطبق نجي المعادلة percentage of fetid area، طبعا معادلة رياضية ثابتة، الإيميتر عدد النقاطات لكل نبات الان بي في الإيميتر سبيسينج، الاس اي في الويتد اريا الدبليو اللي هذا طبعا طلعناه هنا، والبلانت سبيسينج الاس بي، وعدد النباتات في الصف الواحد او السبيسينج. فطبعا هنا حصة النبات قلنا يعني عدد النقاطات للنبات صار نص، كل نبات له نص،
وافترضنا المسافة بين نبات وآخر 30 سنتيمتر، والوتد اريا طلعناها هو متر وثمانين، فهنا البلانت سبيسينج أيضا هو طبعا الإيميتر سبيسينج هنا راح هنا افترضناه أيضا، يعني وزعنا مسافة بين نبات وآخر 30 سنتيمتر، والمسافات ما بين نقاطة وأخرى أيضا 30 سنتيمتر، فصارت متشابهة من باب الصدفة. والبلانت رو سبيسينج هنا 90، فهنا راح نطلع البيرسنتج أو فتد أريا، فهنا طبعا طلعت 100%، وهذا يحقق لي يعني يعني من طبقنا هاي المعادلة ضمن هذا التقسيم يحقق لي نسبة رطوبة 100%، وهذا شيء جيد وينطبق مع التوصيات الموضوعة أو الشروط الموضوعة. فإذا هنا راح أجي أحسب مساحة المساحة المبللة area of fitted soil تساوي للplant spacing اللي عندي معروف في lateral spacing. الplant spacing إنه هو 30 سنتيمتر، والمسافة بين خطوط التنقيط هو 90، وفي النسبة المئوية الـ percentage of fitted area هي 100%، فيطلع عندي مساحة المنطقة المبتلة هي 27% من المتر. فأيضا هنا راح أجي أطبق المعادلات الرياضية حتى أطلع أحسب المحتوى الرطوبي داخل التربة. فهنا طبعا أيضا هاي معطيات لازم يعني أنا أعرفها، من ضمن المعطيات 120 مليمتر للمتر محتوى الرطوبي، وأيضا قلنا أقصى عمق للجذر هو 50 سنتيمتر. فعندي المعادلة الرياضية اللي تحسب لي total available moisture or water داخل التربة تساوي لل available moisture متر مليمتر لكل متر في الروت ديبث في الاريا اوف فتد سويل اللي حسبناها. فمجرد ما اجي اعوض الارقام فيطلع عندي المحتوى الرطوبي الكامل داخل التربه هو 16. يمكن عندنا خطا هنا، لا بمجرد حولنا هنا طبعا احتاج 16.2 لتر لكل نبات. طبعا هذا المحتوى الكلي داخل التربة، لكن في عملية الري اليومي اني راح اخلي الى نفسي شرط انه مقدار الدبليشن فاكتور اللي شرحناه بمحاضرات سابقة اشقد اني استنفذ يوميا، اشقد استنفذ بالنسبة لمحصول الطماطم المحاصيل الحساسة لأي قصور في عملية الري، فتحتاج إلى ري متكرر. طبعا كل محصول بالجداول العالمية أكو depletion fraction بالنسبة لمحصول الطماطم قد يكون يتراوح النسبة عادة من 20 إلى 40%، فراح نفترضها 20%. فمن أجي أطبق المعادلة حتى أحسب المحتوى الرطوبي الميسر للنبات الواحد، فمجرد ما أجي أطبق المعادلة وأضرب في 20% فأني راح يطلع عندي يوميا أحتاج 23% لتر لكل نبات، لكل نبات نبتة واحدة. يعني هذا مقدار readily available moisture أو المحتوى الرطوبي الميسر داخل التربة للنبات الواحد من محصول الطماطم. بعدها نروح نحسب ما هي الفترة الزمنية المفاصلة ما بين رية وأخرى، وما هي فترة تشغيل النظام. طبعا هنا النت irrigation requirement أجي أطبق المعادلة طبعا حتى أحسب كمية المياه الصافية. هنا مجرد ما أجي هنا طبعا أجي أحول الوحدات إلى متر مكعب، ف احنا حسبناها سابقا النت اريجيشن كانت 9.4% مليمتر بير داي، فهنا طبعا اضربها في المساحه حتى احولها الى فوليوم المسافه الفاصله ما بين خطوط النباتات والمسافه الفاصله ما بين نبات واخر، فتطلع لي المساحه لكل نبات حتى احولها الى التار، يعني احول الى متر مكعب. هاي طبعا قسمناها اقسمها على 1000
صارت وحدات متر مكعب، وهاي الوحدات طبعا شيفون 90% من المتر و30% من المتر، فصارت عندي اريا في ديبث، صار عندي فوليوم، وبنفس الوقت اقسمها على الف، احول حتى احول المتر المكعب الى لتر باليوم، فصار عندي كل نبات يحتاج كمية مياه صافية 1.1 لتر باليوم لكل نبات. إذا هذا حولت، يعني مجرد عمليات تحويل. وأيضا هنا طبعا أحسب الحجم الكلي الجروس إريجيشن بعد ما أقسمه على الكفاءة وأخذ النظر اعتبار المساحة، فإذا الاحتياج الإجمالي طبعا الصافي، هذا الاحتياج الإجمالي صار عندي لتر و 39% لتر باليوم لكل نبات. إذا صار عندي أقدر أطلع الإريجيشن فريكونسي آت بيك ديماند، يعني الفترة الزمنية الفاصلة ما بين غية وأخرى، اللي هي تساوي لي الريدلي أفيلبل مويستشر باللتر لكل نبتة على النت إريجيشن ريكوايرمنت اللي حسبناها. فمجرد ما أجي أعوض فتطلع عندي الفترة الزمنية الفاصلة ما بين رية وأخرى هو يومين، 95% يوم، بمعنى 3 أيام. لكن طبعا هل أنه أنا راح أطبقها؟ ما راح أطبقها. هذه أنطتني مؤشر أنه حد أقصى ما بين رية وأخرى هو بحدود 3 أيام إلا شوية، أو تقترب من 3 أيام. لكن بالنسبة لمحاصيل الخضر تحتاج إلى ري يومي بشكل متكرر ضمن نطاقات صغيرة جدا، فأنا راح أطبق الري اليومي. فطبعا يعني ما راح أعتمد هذه فقط، خليناها كبروسيجر، ممكن أنه في محاصيل أخرى تستخدمها، يعني مثلا بساتين أو شيء من هذا القبيل تقدر تستخدم. لكن احنا راح نفترض انه عندنا الري بشكل يومي، وراح اطلع عدد الساعات تشغيل النظام الاوبريشن تايم تي اي اور بير داي، الجروس اريجيشن مليمتر باليوم، ومقسوم على عدد الان بي او النمبر اوف ايميترز، عدد النقاطات لكل نبات، ما وايضا مقسوم على الديسشارج للنقاطه. فمجرد هنا تعويض ارقام. احنا هنا قلنا خلينا نفسنا فرض او شرط انه من رحنا للسوق ايش لقينا؟ لقينا التاجر عنده او المكتب عنده انظمه بنقاطات ام 8 لتر بالساعه، وعنده نقاطات ام 6 لتر بالساعه، وعنده نقاطات ام 4 لتر بالساعه، وعنده نقاطات ام 2 لتر بالساعه. فهنا طبعا نجي نحسب راح على كل الاحتمالات الموجوده، فنشوف هنا طلع التي اي يعني عدد ساعات التشغيل خلال اليوم. فهنا طبعا نشوف طلع عندي هنا الوقت 35% من الساعه اذا استخدمت نقاطات ام 8 لتر، 46% من الساعة أم 6، 7% من الساعة أم 4، ساعة و40% من الساعة إذا استخدم النقاطات أم 2 لتر. نجي هنا يعني راح نروح إلى جدول حتى توضح هذه. يعني منظمة الأغذية والزراعة الفا من خلال تجارب وجدوا أنه بالنسبة لمحاصيل الخضر، يعني كل هاي توصيات يعني اشرت لها كملاحظات، البيد سبيس او الويدث او عرض المصاطب من خلال تجارب العمليه خلال السنوات ال 15 الماضيه، لاحظوا انه يعني عاده لما يكون عندي عرض المصطبه متر و20 سنتيم يفي بالغرض، ويخلون مسافه ما بين خطوط التنقيط العفو بين المصاطب. شوف هذه، شوف هذا الرسم، شوف يعني عرض المصطبة، هذا مصطبة طبعا متر و20، وخلون مسافة ما بين مصطبة أخرى، مثل ما قلنا هاي منطقة خدمية حتى الفلاح يقدر يتحرك بها ويجني المحصول.
فيعني هاي تجارب ممكن انه تطبق على المحاصيل الخضر بكل انواعها. ما بقى شيء ان شاء الله راح نخلص. ف يعني هاي كلها توصيات. فاحنا راح نفترض ما هي البدائل في عملية تقسيم الأرض. إذا احنا صار عندنا نقدر نقسم قطعة الأرض إلى مرة إلى أربعة أقسام، مرة إلى ثلاث أقسام، ومرة إلى ست أقسام. فكل مرة راح نجي نحسب عدد النقاطات هذه البدائل. إذا قسمنا قطعة يعني عندنا تسع بدائل، خلي نشرح هاي ونروح على جدول حتى تصير عندكم الصورة واضحة. إذا قسمنا قطعة الأرض الواحدة من الثمان قطع، ال 72 في 72 إلى أربع وحدات فرعية، عرض كل وحدة فرعية 72 قسمها على أربعة، عاد تشوف عندك هسه هاي 72 في 72 قسمها على أربعة راح يطلع عندك عرض الوحدة 18 متر، الطول مالها 72 تمام؟ العرض مالتها هو هذا عرض الوحدة راح يصير عندك 12 متر. ايش قد تطلع عدد خطوط التنقيط؟ شلون نطلعها؟ المسافة الفاصلة، إذا أخذنا المسافة الفاصلة ما بين خط تنقيط وآخر هو متر ونص، وهذا راح نعتمده بالحسابات. ف 18 متر تقسيم المسافة متر ونص يطلع عندك هنا 12 خط تنقيط، هذا 12 إذا تجي تحسبهن ف 12 دريب لاينز. خوش؟ عدد النقاطات في كل خط الواحد، انت ايش عندك؟ عندك طول الخط تعرفه، والمسافه الفاصله ما بين نقاطه واخرى قلنا 30 سنتيمتر اللي هي نفسها افترضناها المسافه ما بين نبته واخرى، فتقسم 72 تقسيم 0.3 تحول جانس الوحدات فيطلع عندك 240 نقاطه. فتيجي تطلع عدد النقاطات في هذه اليونت او السب يونت الوحده، فتقسم هنا العفو تضرب عدد خطوط التنقيط 12 في عدد النقاطات في كل خط 240 فيطلع عندك 2880 نقاطة فقط في هذا الزون السب يونت. إذا هذا عندي سب يونت 1 سب يونت 2 سب يونت 3 سب يونت 4 وهكذا. بالنسبة هذا هو الخيار الخطة رقم 1 ضمن هذا السيناريو. زين شنو هذا طبعا الجدول مالتها، يعني عندي هنا طبعا اربع وحدات اذا هذا الصب يونت قسمتها الى اربع وحدات. هنا طبعا ايش راح افترض؟ راح افترض انه عندي ثمان وحدات يتم الري مالتهم بنفس الوقت، ثمان وحدات يتم ريهم بنفس الوقت. خلي شوية نوضحها هنا. شوف هذا عندك مخطط الأرض بالكامل، أنت تختار تفترض عندك ثمان وحدات، هاي القطعة رقم 1 والقطعة رقم 2 والقطعة رقم 3 والقطعة رقم 4، تأخذ ثمان وحدات، وحدة من كل من كل بلوت، وتجري عملية ريهم في وقت واحد. نرجع للجدول هنا طبعا الاكسل، فهنا طبعا النمبر اوف سب يونت هنا قسمناها لما قسمناها الى اربع وحدات فطلعنا عرض اليونت الوحده 18 متر، طلع لنا عدد خطوط التنقيط 12 خط داخل السب يونت، وعدد النقاطات ونمبر اوف ميترز داخل الخط 240، فطلعت عندي على النمبر اوف ميترز داخل السب يونت مثل ما شفنا شلون ضربنا عدد نقاطات ضمن الخط في عدد خطوط التنقيط فيطلع عندي 2880. وطبعا هنا راح نفترض لما عندنا نقاطات من 8 لتر 6 لتر 4 لتر 2 لتر وعملية الري في دورة واحدة يعني مرة واحدة، فيطلع عندي التايم اللي شفناه بالمعادلة الرياضية، فطلع لما عندي من 8 35% من الساعة 46% من الساعة من 6، ولما عندي من 4 لتر 7/10 من الساعة وهكذا. بعدين أريد أطلع الوقت الكلي الديلي أوبريشن أيضا حسبناه،
حسبنا من خلال حاصل ضرب عدد الدورات، عدد مرات الري. هنا طبعا نفترض انهم كلهم يتم ريهم في مرة واحدة، في وجبة واحدة او شفت واحد، فمجرد ما هنا تضرب number of sub unit irrigated يعني operating time يساوي لي عدد الشفتات في الفترة الزمنية لكل شفت. فنجي هنا نضرب هنا الديوريشن في الديلي، فيطلع عندي هذا الوقت ديلي اوبريشن. طبعا هذا حسبناه. اطلع هنا، لاحظ الديلي اوف اوبريشن اذا كنت استخدم نقاطات ام 8 لتر واربع وثمان وحدات يتم ريهم في وقت واحد، فاني احتاج فترة زمنية ساعة واربعة بالعشرة من الساعة. اذا كنت استخدم نقاطات ام الستة يطلع هذا الرقم، ام الاربعة يطلع عندي هاي القيمة. اذا استخدم نقاطات ام الاثنين لتر بمعنى اني اقدر اسقي نصف المساحة الكلية بخمس ساعات وستة بالعشرة. انا طبعا هنا خليت لنفسي الشرط انه عندي 12 ساعة تشغيل متاح. فاذا هنا شوف يا هذا يعني هل انه يقترب من الفترة الزمنية الكلية؟ ما يقترب هذا. يعني ليش انا خالي لنفسي الشرط؟ هسه واحد يقول انت كأنما ده تحكي العكس، احنا خلينا نفسنا بانه انا عندي فترة زمنية متاحة لتشغيل النظام هو 12 ساعة، سواء كان نظام يشتغل على كهرباء وديزل او فقط كهرباء وطنية، حتى تاخذ النظر الاعتبار عندك فترات انقطاع كهرباء، فانا عندي 12 ساعة. فاذا استخدم 8 وحدات يتم ريهم بنفس الوقت، يعني أنا الفترة الزمنية لرواء كل الحقل خمس ساعات، لكن هذا قد يكون غير مجدي إذا كان عندي الفترة الزمنية المتاحة عندي مجال أسقي مساحات أخرى. لكن إذا كنت أستخدم نظام ري بالتنقيط على الطاقة الشمسية، طبعا هذا الخيار جدا ملائم. لكن إذا كنت أنا محدد نفسي بشرط بأنه لازم أسقي ضمن الفترة الزمنية الـ11، لأنه ممكن أنه الري المياه أحتاجها أو أشخاص يحتاجونها، يحتاجون يعني غير أشخاص، يعني عندي 12 ساعة خلال اليوم. إذا مثلا كان عندي أكثر من مزارع، فخلينا نقول الشفت مالتي يجيني في وقت آخر، فإذا التزمت ضمن هذا الشرط فهذا الخيار ما راح يخدمني. فممكن أنه أسقي نصف الوحدات أربعة sub unit irrigated at same time نفس الوقت. ممكن أنه أنا أختار هذا الخيار. طبعا أنا عندي هذا الخيار، لما نستخدم الام 8 لتر راح يطلع عندي الوقت الكلي 2.8 بالعشرة ساعة. لكن لما تروح تختار نقاطات ام 8 لتر بمعنى انه نحتاج التكلفة مالتها عالية، راح حجم الانابيب بتكون كبيرة، بمعنى انه تحتاج نظام ري كبير جدا ينطيك هنا طبعا 92 متر مكعب بالساعة، بينما هنا اذا 8 وحدات ترويهم بنفس الوقت 184 متر مكعب بالساعة. طبعا هذا الموضوع مو فقط من ناحية الأرقام الفنية، لازم نأخذ بنظر الاعتبار من ناحية التكاليف. يعني دائما نقارن مخرجات الفنية مع التكاليف الاقتصادية. هذا صعب أنه الفلاح يأمن نظام ري كمضخة ونظام ري كأنابيب، يحتاج حجم أنابيب كبيرة، نقاطات 2.8 لتر بالساعة يعني تكلفتها كلش عالية. ففلاح بسيط ما يقدر عن النظام. دائما نبحث عن الشيء اللي صحيح ياخذ يغطي لي ضمن الوقت اللي متاح لي. انا خالي نفسي 12 ساعة، فشوف يا اللي يقترب من ال 12 ساعة، شوف هذا يقترب من ال 12 ساعة وتكون تكلفته اقل. شوف ايش قد عندي ف
فترة زمنية daily operation at peak demand، عندي هذا الخيار اللي تكون بأربع وحدات فرعية يتم ريهم لكن بشفتين وجبتين، فإذا هذا يحقق لي من الفترة الزمنية المتاحة وتكلفة اقتصادية أقل ونقاطات 2 لتر بالساعة طبعا جدا ملائمة بالنسبة اللي أخذ نظر اعتبار عندي تربة لومي تربة المزيجية مناسبها النقاطات أم الأربعة لتر وأم الاثنين لتر، لكن هنا ما يناسبها تصير يعني هي مو فقط عملية الأرقام، لازم دائما هل إنه هذا يناسبنا من الناحية الواقعية، هل إنه يناسبنا من الناحية الاقتصادية ومن ناحية التكاليف، فطبعا تكلفته مناسبة، فإذا هذا الخيار جيد. خلينا نشوف بعد إيش عندي خيار آخر. شوف هذا أيضا وحدتين فرعية يتم ريهم بأربع شفتات وقت، يعني أربع شفتات يعني كأنما ربع الأرض الزراعية، فيعني عملية صعبة صحيح، يعني النظام حجم الري أبو 23 متر مكعب بالساعة، لكن نقاطاتهم الأربعة لتر مكلفة فأبتعد من عدها. صحيح هو ينطيني ضمن السقف الحاطة لنفسي كشرط تشغيل 12 ساعة. خلينا نشوف ايش عندي بعد، خلينا نشوف بعد هذا طبعا ما عندي، نجي على الوقت كله ما يفيد. خلينا نجي هنا هذا الخيار عندي 8 ساعات وأربعة بالعشرة من الساعة، ضمن يا خيار لما قسمت القطعة الوحدة إلى 6 قطع وثمان وحدات يتم ريهم بنفس الوقت، هنا طبعا نفس الطريقة حسبنا عدد خطوط التنقيط 12، هنا طبعا 8 خطوط تنقيط 1920 نقاطة داخل وحدة أم نقاطة من 2 لتر بشفت واحد يتم 8 وحدات بوقت 8 ساعات و4 بالعشرة، حجم النظام شوية أكبر من الـ 23. شوف إذا أنا أبحث عن حجم النقاطة والوقت وحجم النظام اللي ابتداء من حجم نظام الضخ، كل ما يكبر عندك حجم نظام الضخ يكبر عندك حجم الأنابيب، راح تختار أنابيب أكبر بمعنى أنه راح تصير عندك تكاليف اقتصادية أعلى. خلينا نشوف إذا هسه ايش صار عندي، هذا خيار مرشح وهذا خيار مرشح. خلينا نشوف ايش عندنا بعد، نجي ايش عندي بعد يقترب من الوقت، عندي هنا طبعا بالبديل التاسع، خلينا نشوف هذا شنو نقاطات من 6 لتر ب 28 23 متر مكعب بالساعة، طبعا هم 6 لتر بمعنى انه تكلفة عالية واحتاج حجم انابيب اكبر، فهذا ما يناسب، اذا هذا ما يناسب بسبب التكلفة من جراء تكلفة النقاطات والانابيب التابعة لها، اللي طبعا المحاضرة شرحناها البارحة شلون على ضوء حجم النقاطات يطلع عندي السايزنج. رجاء اخوان راجعوا المحاضرة مال البارحة جدا واضحة، فاذا هذا استبعده، هذا مرشح وهذا الخيار مرشح. اذا عندي هذا السيناريو لما خليت المسافة ما بين خط تنقيط واخر 1.5 متر. طيب اذا كان شوف هذا طبعا الاكس راح نعطيكم اياه ان شاء الله، اذا كانت المسافة بين خط تنقيط واخر مثلا متر او 20، ايش راح اسوي هسه اني خير لكم اياه، متر و20 نطيب كوركت، اجي هنا اسوي يساوي ايش عندي، هذا طبعا كولوم نمبر 3 يساوي لي كولوم نمبر 2 مقسوم على الديستانس بتوين لاترالز، هنا طبعا اجي أأشر على الكولوم نمبر 2 هذا وانطيه تقسيم
العفو من اللغة العربية divided by ايش قد 1.2 انطي equal ايش قد طلع عندي 15 خط تنقيط لما صارت عندي المسافة بين خط تنقيط وآخر متر وعشرين. زين هذا يعني أنا ليش استخدم الأكسل؟ ما أروح أسوي عمليات خطوات، مجرد ما أسوي له دراج تشوف بس. ركزوا وياي على النتائج على جهة يمين السحب مالتي شوي يا أخوان، ركزوا رجاء الله يخليكم. شوف إيش راح يتغير عندي، تغيرت الأمة كلها راحت. يعني هو ليش الأكسل هنا آني يعني شيء بديع، يعني فقط غيرت مسافة. طبعا راح أسوي له ريدو حتى أعلمكم شلون هنا تستفاد من الأكسل. طبعا هذا السيناريو أنا أسوي لكم إياه. لاحظ هذا لما استخدمت المسافة بين خط تنقيط وآخر متر وعشرين. هذا أترك لكم إياه، أنتم عيدوا الحسابات واختاروا. طبعا نفس الاختيار لأنه فقط الأرقام، يعني راح يبقى عندك نفس الخيار المفضل اللي يعني عندك خيار أكثر واقعية هو الخيار رقم 2 واللي تستخدم به نقاطات أم الاثنين لتر بالساعة وتسقي بشفتين وكل يعني 4 وحدات فرعية يتم ريهم في وقت واحد. كل 4 وحدات يستغرق الري مالتهم ساعة و4 بالعشرة من الساعة. كل النظام راح يحتاج من عندي 11.2 بالعشرة من الساعة وأقدر أحقق الري كل النظام. فإذا أما أختار هذا الخيار أو أختار هذا الخيار فهذا الخيار يبقى متروك إليك. ممكن الواحد يقول أنا إذا أستخدم نظام ري بالتنقيط باستخدام الطاقة الشمسية هل إنه هذا يناسبني؟ طبعا هنا ممكن هذا الخيار يناسبك، لكن تبقى أنت تتكبد التكاليف. لأنه إذا واحد يقول أنا أريد، لأنه خيار الطاقة الشمسية مثل ما نعرف أنه ما عندنا ما نستخدم بطاريات، نستخدم خزانات. فأنت طبعا هذا الخيار جدا ملائم إذا كنت تستخدم طاقة شمسية، على اعتبار أنه البيك صن أور أو عدد ساعات الذروة خلال النهار عندنا بالعراق ومعظم الدول العربية كمعدل سنوي هو أشهر الصيف تقريبا كأفريج 6 hours per day، وطبعا كمعدل. لكن يعني مثلا عندك بشهر 5، 6، 7، 8 ممكن توصل الى 7 ساعات 7 ساعات ونص. فاذا انت تشتغل ضمن السيف سايد اذا كان نظام طاقة شمسية، لكن احسب حسابك انه يعني شوية تكلفة راح تكون اعلى. بالنسبة لاقل تكاليف وما عندي طاقة شمسية وعندي نظام ري تقليدي يشتغل على الكهرباء، ولما تطفي الكهرباء مثلا ممكن استخدم ديزل، فاختار هذا الخيار. وين الخيار؟ اختار هذا العفو الخيار الثاني، نقاطات ام الاثنين لتر مناسبة للارض المزيجية بشفتين والفترة الزمنية طبعا ل4 وحدات يتم ريهم. كأنما هنا طبعا حتى أوضح لكم، خلينا نرجع على تشوفون هنا يعني كل أربع وحدات فرعية يتم ريهم بساعة وثلاثة ساعة وأربعة بالعشرة من الساعة. طبعا أنا راسم هذا الشيء، راح أعبر لكم على مخطط. خلنا أوضح لكم إياه هنا، شرحناه البارحة بالمحاضرة. هذا كلش واضح طبعا، راح يغنيك عن كل ممكن أنا أحس أنه يعني مدى توصل لكم الفكرة. شوف هذا
وضحت بتفاصيل جدا واضحة. هذه مو قسمنا الأرض إلى 8 وحدات باختصار، وهنا اختارينا الخيار رقم 2 بنقاطات أم الاثنين لتر، وكل 4 وحدات خيار الأربع وحدات فرعية. فهنا طبعا 1 2 3 4 الأربع وحدات فرعية لهذه القطعة، 4 وحدات فرعية لهذه القطعة، وأربع وحدات فرعية لهذه القطعة، وأربع وحدات فرعية لهذه القطعة. شوف كل هنا شلون راح أسوي عملية الري. أسقي السب يونت الأسيو السب يونت من القطعة رقم 1، والسب يونت الأول من القطعة رقم 2، والسب يونت الأول من القطعة رقم 3، والسب يونت الأول من القطعة رقم 4. هذولي بشفت واحد، هذا الشفت يطول عندي ساعة وأربعة بالعشرة من الساعة، اللي هو هذا المقصود به. أنا دا أحس أكو جاب بيني وبينكم. شوف هذا الخيار، القطعة الوحدة قسمناها إلى 4 سب يونت لبلوت أو قطعة الأرض، وكل بلوت قسمناه إلى 4 وحدات فرعية، 4 وحدات فرعية يتم ريهم في آن واحد، اللي هو هذا المقصود به. حتى خاف شوي أكو confused. 4 وحدات فرعية، وحدة من كل قطعة يتم ريهم في آن واحد، فالوقت الكلي لري 4 وحدات فرعية بشفت واحد يطول عندي ساعة وأربعة بالعشرة من الساعة. وراهم أروح أخذ الوحدة الفرعية الثانية من القطعة رقم 1 بالأزرق، والوحدة الفرعية الثانية من القطعة رقم 2، والوحدة الفرعية الثانية من القطعة رقم 3، والوحدة الفرعية الثانية من القطعة رقم 4. بنفس الوقت يتم ريهم بنفس التوقيت يطولا ساعة وأربعة بالعشرة. وأيضا أروح باللون الأخضر أسقي الوحدة الفرعية سب يونت 3 من البلوت 1، سب يونت 3 من البلوت 2، سب يونت 3 من البلوت 4، والسب يونت 3 من البلوت 4. نعم، ونفس الشيء أروح أسوي أيضا هذا يطول ساعة وأربعة بالعشرة، ونفس الأمر بالنسبة للوحدات الفرعية الرابعة من كل قطعة. فإذا الوقت الكلي، طبعا واحد يقول هل انه اني اسقي الجهة اليسرى واكملهم ويلا اتحول على الجهة اليمنى لو اسقي بشكل متناوب؟ هذا طبعا شيء يخصك الك. زين، هذا شيء خيار يعود لك، ممكن انه تروي الجهة اليسرى تكمل وتتحول. ليش؟ راح انت تجاوب نفسك. شوف احسب اربع، طبعا لنا 16 وحده، يعني 4 في 4 16 يونت، كل 4 وحدات ايش قد يطول مالتهم الفتره الزمنيه؟ ساعه و4 بالعشره، كلهن 16، يعني كل 4 وحدات ساعه و4 بالعشره. فانا عندي 4 يعني 4، هاي الأربعة وهاي الأربعة وهاي الأربعة وهاي الأربعة، أضربهم في 1.4 فيطلع عندي الفترة الزمنية لهذني الأربع وحدات أو النصف الأيسر يطول عندي، إذا أذني أجمعهن فيطلع عندي تقريبا 5 ساعات و6 بالعشرة. بمعنى أنه أني أسقي، طبعا هاي جدا مهمة، صحيح يعني أنا دا أحسها مملة بالنسبة لكم، بس لازم تتوضح عندكم بهالطريقة. الفترة الزمنية لري نصف المزرعة الأيسر يطول عندي 5 ساعات و6 بالعشرة من الساعة. نفس الشيء بالنسبة لري الجزء الأيمن راح يطول عندي 5 ساعات و6 بالعشرة من الساعة. إذا لري المزرعة بالكامل يطول عندي 11 ساعة و2 بالعشرة من الساعة، إذا كانت عندي ظروف مثالية، ما عندي توقف بالنظام، ما عندي مشكلة بالنظام. هذا هو الخيار الأكثر اقتصادية والمناسب للفلاح والعملي، إذا كنت أني أستخدم نظام ري تقليدي
وعندي فترة زمنية متاحة إلي بشكل يومي 12 ساعة، لكن هل إنه هذا هو الظرف؟ يعني approaches to the optimum condition، يعتبر شبه ظرف مثالي ممكن. الحالة المثالية ما تطبق في كل الظروف. زين، ما هو الخيار؟ ما هو الحل للابتعاد عن المثالية؟ ها أجاوبك. الحل الخيار أنه تروح تسوي خزانات أرضية تخليها على مرتفع، بحيث أنه الضغط، طبعا هنا تحتاج ضغط لا يقل عن 4 بار، بحيث أنه الضغط الجاذبية كفلويد لا يقل عن 4. إذا صار عندك الضغط أقل من 4 فما رح يشتغل عندك النظام، فلازم تروح تضيف له كومبوننت آخر. طبعا هذا أطرح لكم أفكار، ممكن هاي الأفكار تكون مشاريع بحوث لطلبة ماجستير أو دكتوراه، يعني بس أدفانست بيها. ممكن تضيف بوستر بامب على السولر يأمن لك ضغط، فهنا هذا الخيار. ممكن أنه تضيف تسوي خزانات على ارتفاعات، بحيث أنه تنطيك التوتال دايناميك هيد لا يقل عن 4 بار، يعني 4 وكذا. فهذه طبعا يعني هذه السيناريوهات. فهذا السيناريو احنا اللي شرحناه هو السيناريو اللي مسافة ما بين خط تنقيط وآخر متر ونص، قسمنا الأرض مرة 4 وحدات، ولك الخيار أنه تقسمها إلى 3 وحدات، ولك الخيار أنه تقسمها إلى 6 وحدات، وتعيد نفس الحسابات. لهنا نكتفي بهذا الشرح. أرجو أن تكون المحاضرة مفيدة بالنسبة لكم. إذا أريد نستمر على كل السيناريوهات راح نطول بحدود 4 ساعات إضافية، فأعتقد لهنا كلش كافي. شكرا لحضوركم، شكرا لاستماعكم، وراح نعطيكم رابط الحضور الآن. أستاذ محمد.